إنه لشرف لي ولكل عائلتي أن أمثل بلدي المغرب وأن أكون قادرا على جلب الفرحة للجماهير المغربية في قادم المناسبات. هكذا علق النجم المغربي الصاعد نبيل تويزي على اختياره حمل قميص المنتخب الوطني خلال مسيرته الدولية المقبلة بدلا من المنتخب الإسباني. صاحب 19 عاما الذي يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية قرر رسميا تمثيل أسود الأطلس على حساب منتخب لاروخا الذي كان قد لعب له 6 مباريات لأقل من 17 عاما وسجل خلالها 5 أهداف. نبيل تويزي ازداد بمدينة سانتوميرا إسبانيا وقد بدأ في تعلم أبجديات كرة القدم داخل أكاديمية نادي فالنسيا الإسباني، ثم انتقل سنة 2017 إلى أكاديمية مانشستر سيتي الإنجليزي. النجم المغربي لعب في صفوف مان سيتي لأقل من 18 سنة قبل أن يتم تصعيده إلى فريق الشباب، حيث لعب معه الكثير من المباريات خاصة في دوري أبطال أوروبا للشباب. بعد مسيرة دامت 3 سنوات انتقل تويزي في الميركاتو الصيفي الماضي إلى نادي إسبانيول برشلونة، حيث يعد الآن نجما لفريق الأمل ويسعى لتصعيده إلى الفريق الأول من أجل بزوغ نجمه في سماء الليغة الإسبانية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.